سيد الرئيس، حضرات المستشارين، وفي ختام دفاعي ألتمس من عدالتكم تخفيف الحكم على هذا المتهم البائس، وشكرا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ماكسيم رومانوف بالإعدام. لا لا إعدام، لا بلاش إعدام، بلاش إعدام، اسجنوني 25 سنة طول العمر، لكن بلاش إعدام، بلاش إعدام، إعدام لا، اسجنوني طول العمر، بلاش إعدام، إعدام لا. إعدام لا، مش عايز أموت، إعدام لا، مش عايز أموت، إعدام لا، إعدام لا. إيفان، أنا مش هروح الحفلة دي. كنت لازم تقولي من الأول، مفيش وقت الاعتذار دلوقتي. مفيش ولا فستان يليق بالحفلة دي، حتى تعالى شوف بنفسك. كل الفساتين دي مش عاجبك ولا واحد؟ مفيش فستان ملبستوش مرة أو اتنين. يا حبيبتي دي حفلة عادية، مش عايزة فستان جديد. لا مش حفلة عادية، انت عارف ان الحفلات دي ما بنتكلمش فيها غير عن اللبس واخر اخبار الموضة، وانا كمان لازم اكون لابسة فستان جديد محدش شافني بيه قبل كده. الله، شوفي الفستان ده وجماله، انا بحب اوي اشوف ده عليك. يلا حبيبتي البسي. يا خسارة يا إيفان، يعني لو كنت كسبت قضية النهاردة مش كان زماني لابسة الفستان القطيفة الأحمر اللي وعدتني بيه؟ مش كده ولا كنت هترجع في كلامك؟ طبعا كنت هرجع في كلامي. إيه؟ قصدي طبعا كنت هشتريهولك. ده أنا كمان كنت هعمل لك حتة مفاجأة، كنت هجيب لي. على إيه بقى؟ ما خلاص. إيه هي المفاجأة دي؟ هو أنا يعني مش من حقي أعرف الحاجات اللي كنت هتشتريها لي؟ حتة فرير فيزون كان هيبقى على الفستان القطيفة يعمل طقم ما حصلش. يا سلام يا سلام يا إيفان يا حبيبي، ده أنا من زمان ونفسي ألبس فرير فيزون. اوعدني يا إيفان، اوعدني إن أول قضية تكسبها تجيب لي الحاجات اللي أنت وعدتني بيها دي. يا فرير فيزون، أكون لابسة كده أهو وألف بيه كده أهو وأمشي بيه كده أهو. يا سلام، فيزون إعدام لا، مش عايز أموت، إعدام لا، مش عايز أموت، إعدام لا، إعدام لا. عارفة يا ماريا، لو كنت شفت المتهم من ساعة النطق بالحكم، الإعدام دي كلمة رهيبة جدا. أنا بستغرب، أنت ليه ما بتاخدش غير القضايا الميؤوس منها؟ هو أنا اللي باخد؟ صاحب المكتب بيوزع عليا. اسمع يا إيفان، أنت لازم تفتح مكتب لوحدك وتكسب لك قضية أو اتنين يفرقعوا فتقوم تشتهر، وكل ده ممكن لو أنت بعت الأرض اللي ما بتجيبش غير 500 روبل في السنة. بيعها يا إيفان، بيعها واعمل بفلوسها مكتب أو أي مشروع تجاري، بيعها. يا ماريا 100 مرة أقولك الأرض دي صمام أمان ضد أي ظرف طارئ. مش هيحصل ظروف طارئة بعد كده، أنت لازم تتعلم من هيرمان الجرأة والمغامرة. هيرمان تاجر، التجارة حاجة والمحاماة حاجة تانية. سيب المحاماة واشتغل بالتجارة وخليك زي هيرمان، في كام سنة بقى عنده قصور، عربيات، حفلات كل أسبوع، ومراته اللي بتلبسه مرة ما بتلبسوش مرة تانية، زي ما انت شايف ان هيرمان. هيرمان هيرمان هيرمان، طز في هيرمان، انا بعرف لما بسمع سيرة التجار دول. امال عايزنا نروح له ليه؟ خلاص اخر مرة، بعد كده هبقى اعتذر في الوقت المناسب. اهلا وسهلا، اهلا اهلا. تفضل. ماريا، أنا أتحدى أي واحد غيري ممكن يقتحم السوق بنفس جرأتي. في دي أنا معاك، انت عندك قلب زي الحديد. الدنيا عاوزه كده يا صديقي، لازم قلبك يكون حديد تكسبها على طول الخط، ثم ان التجاره دي لعبتي. بس انت بتغامر بجنون يا هيرمان، وتهيألي انك عمرك ما عرفت الخوف.
خوف. السوق كله هنا في ايدي دي. أهلا. شفتوا يا جماعة؟ جمعية معارضي صيد حيوانات الفراء كاتبة ايه؟ لا، هو في جمعية بالاسم ده؟ ايوه، مبادئها حاجة تضحك. وريني. حاربوا قتلة حيوانات الفراء، ان المنك والفيزون والنبرة حيوانات نادرة، حافظوا عليها. اذا ارتضيت يا سيدتي الفراء فقد اشتركت في إصدار حكم الإعدام على هذه الحيوانات النادرة. إعدام لا، مش عايز أموت. إعدام لا، مش عايز أموت. إعدام لا، إعدام لا. كم من الجرائم ترتكب من أجل هذه المظاهر الكاذبة؟ أنا متأكدة إن سعر الفرو هيغلى بسبب الحملة دي. بالعكس، أنا متهيألي إن سعر الفرو هينزل. تمام، في ستات هتستجيب للحملة دي وهتمتنع عن لبس الفرور. لا، دول ستات تفكيرهم ساذج. مش ممكن، مش ممكن في واحدة عندها إمكانيات إنها تشتري فرور وما تشتريش. دي الحملة دي هتخلينا نتمسك أكتر بلبس الفرور. بالك يا إيفان، قاعد لوحدك ليه؟ انت عارف انا ماليش في المسائل التجارية دي. نغير الحديث يا اخي، ده ما بطرش كلام عن نفسه. انا اتحدى، انا اراهن، انا لي رأي مخالف. يلا يلا قوم قوم تعالى معي. انا اراهن ان اسهم شركة الفوسفات في انهيار مستمر ولا يمكن ترجع لوضعها الطبيعي ده تاني. سيد هيرمان، كفاية مراهنات. إيفان عايزنا نتكلم في موضوع مش تجاري. أنا ما عنديش مانع، بس حد يقترح علينا موضوع مثير نتناقش فيه. بقول إيه يا جماعة، في حد عنده موضوع مثير ممكن نتناقش فيه كلنا؟ أنا عندي موضوع مثير وظريف. خد اقرأ إعلان الجمعية دي، عايزة تحرم حواء من لبس الفرير. جمعية ايه دي يا مدام هيرمان؟ جمعية معارضي صيد حيوانات الفراء. اوقفوا هذه المذابح من اجل مظاهر النساء ترتكبون جرائم وحشية. انا اعترض. كل شيء في الدنيا يجب ان يسخر لاسعاد الانسان، ولا سيما اسعاد الجنس اللطيف. ايه يا ايفان؟ ايه اللي حصل؟ نوحة، ما موضوع يضحك. بكرة تطلع جمعية تمنع ذبح الطيور والحيوانات وما نلاقيش حاجة ناكلها. تتدبح عشان ناكل، عشان نلبس، لكن عشان مظاهر الطرف لا. انا شخصيا بأيد الجمعية دي. انا برفض الجمعية دي، لأنه كان الأوقع والأهم تقوم جمعية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام للإنسان قبل ما تطالب بإلغائها على حيوانات الفراء. وأنا بأيد معاك يا سيد إيفان، إلغاء عقوبة الإعدام من القانون. إزاي؟ العقاب هو سيف العدالة، وإذا فقدت العدالة سلاحها بقت ضعيفة عاجزة. وليه ما نكتفيش بالمؤبد مع الأشغال الشاقة؟ أنا شخصيا لا جربت دي ولا دي، لكن عايز الحقيقة يا عزيزي إيفان، عقوبة الإعدام أرحم بكتير من عقوبة المؤبد، لأن الإعدام بينهي المسألة على طول، لكن المؤبد بيقتلك بالتدريج وببطء وعلى مراحل. أنا أؤيد كلام هرمان، القتل في ثواني أرحم من استنزاف الحياة قطرة قطرة، وفي النهاية الموت. مهما كانت العقوبة فهي أخف من الموت. يا إيفان، ده في مرضى لما بيطول مرضهم بيتمنوا لنفسهم الموت. ده كلام يا مدام، استدرار للعطف والشفقة،
لكن أي مريض في داخل نفسه يتمنى يطول عمره ولو ليوم واحد. يا جماعة، أصل موكله النهاردة أخد إعدام، وإيفان متأثر جدا فعلا. صوته وصورته مش عايزة تفارقني أبدا. تعتقد أنه بريء؟ أنا واثق أنه مجرم. يبقى خلاص، الإعدام أرحم له بكتير. أنا واثق أنه أرحم له. الإنسان ممكن يتحمل عقوبة السجن، لكن مفيش إنسان يقدر يتحمل فكرة الإعدام. السجن الانفرادي ده شيء مرعب مخيف. إيه المرعب والمخيف في السجن الانفرادي؟ إنسان بينعزل عن العالم وكل ما فيه من قبح ومتناقضات. سمعين صديقنا إيفان بيقول إيه؟ أنا شخصيا ما أقدرش أنعزل عن المجتمع ولا الناس لحظة واحدة، لازم كل يوم أقابل ناس وأكلم ده وأكلم ده وأكلم ده. جايز دي طبيعتك، أنت فعلا بتحب الحفلات والاجتماعيات. مش مسألة طبيعتي، الإنسان اجتماعي بطبعه، ومفيش إنسان يقدر يعيش بعيد عن الناس. أنت لو عزلت أي فرد عن المجتمع يموت على طول، زي ما تطلع سمكة من المية، حقيقي هتقاوم شوية لكن في النهاية هتنتهي. طب ايه رايك ان في انسان يتمنى انه ينعزل عن العالم، عن الدنيا دي كلها؟ هو من بقى الانسان الجاري ده؟ انا. انت تقدر تقعد في زنزانه لوحدك لمده 5 سنين؟ اقدر. مش 5 سنين بس، 15 سنة كمان. 15 سنة؟ مش ممكن. انت بتقدرش ولا شهر واحد. لا اقدر. تقدر؟ بيتهيالك. تتحداني؟ اتحداك. انا فعلا اراهن بمليون روبل، لا 2 مليون روبل، لو قدرت تصمت في زنزانة لوحدك لمدة 5 سنين مش 15 سنة. انت مش هتبطل تراهن على كل حاجة يا هيرمان؟ اذا كنت بتتكلم جد انا موافق على الرهان ده، وهصمت 15 سنة مش 5 سنين بس. 15 سنة قصاد 2 مليون روبل، انت عارف ان المبلغ ده ما يطلعنيش يا ايفان، وانت متأكد من عندي وصلابة مخي بالنسبة للمراهنات. انا عارف وموافق على الرهان ده. انت تراهن باتنين مليون روبل وانا هراهن بحريتي. اتفقنا. هيرمان، ايه اللي اتفقتوا عليه ده؟ الله، انتوا قلبتوا الموضوع جد ولا ايه؟ الموضوع ما يستاهلش. ما تخافيش يا مدام، دول بيضحكوا. لا يا الكسندر، انا ما بضحكش، انا فعلا بتحداه ومش ممكن هتراجع. انا هيرمان. وأنا إيفان، وأدي كلمتي يا هيرمان. يبقى خلاص، جاهز شروطك وأنا حجهز شروطي، وبكرة نتقابل إذا كنت ناوي تدخل الرهان بجد. أكيد قضية النهاردة دي أثرت على تفكيرك. جننتني يعني؟ أيوه، لانك لما تقول قدام الناس انك تقبل تتسجن 15 سنة يعني تقبل تبعد عني 15 سنة، يعني انا ماليش اي اهمية في حياتك، ماليش اهمية في قلبك. كان نفسي اسمع منك انك ما تقدرش تستغنى عن ماريا ولو ليوم واحد. يا ماريا، انا بالتحدي ده براهن على كل حاجة. انت مهما كنت غالي عليا مش هتبقي اغلى عليا من حريتي. اظن دي حاجة ما تزعلكيش. ما تزعلنيش. افرضي يا ست ان انا دخلت السجن ظلم، ياما في السجن مظاليم. ما اقدرش افترض فرض زي ده. خلاص بلاش الفرض ده. افرض ان انا تحت ضغط الحاجة اضطريت ارتكب جريمة خدت فيها 15 سنة سجن، على الاقل في حالتي دي هخرج الاقي 2 مليون روبل. ده كلام تخريف. تفتكر لو فضلت 15 سنة في مهنة المحاماة هذا رجمع مبلغ زي ده؟ إيفان، ما تحاولش تصور الموضوع كأن أنا السبب وكأن أنا اللي دفعتك للرهان ده. إطلاقا يا حبيبتي، كل اللي أنا عايز أعمله أن أنا أقنعك بالموضوع بوجهة نظرك أنت. وجهة نظرك أنت إيه بقى؟
محاولة متواضعة مني للتفكير في إلغاء عقوبة الإعدام. ثانيا تراجعي قدام هيرمان في إهانة كبيرة قوي ليا. ثالثا 2 مليون روبل مش وحشين برضو. انت بتتكلم كأنك داخل الرهان بجد. انا داخل الرهان بكده وتضيع 15 سنة من اجمل سنين عمرك علشان فكرة مجنونة زي دي؟ خلينا عمليين يا مريم، تعال نفكر في الشروط اللي لازم اقولها لهيرمان. انا مش مجنونة علشان افكر في موضوع زي ده. اتفضل غير هدومك ونام، وبكرة الصبح تكون رقت وهديت وتضحك على فكرة الرهان السخيفة دي. يا جماعة ارجعوا عن الرهان العنيف ده. اذا تراجع هو انا ما عنديش مانع رافة بيه. انا براهن بفلوسي، لكن هو بيراهن بحريته. بس انا مش ناوي اتراجع. ايفان لاحظ ان السجن الاختياري افظع واشد، لأني ممكن في أي لحظة ضعف أو ضيق تخرج، وبكده يروح عليك الرهان وتبقى خسرت المدة اللي قضيتها من عمرك في الزنزانة. بس أنا واثق إن أنا هقضي 15 سنة. 15 سنة ده يبقى كويس لو صمدت شهرين ثلاثة. على كل حال أهم وأول شرط عندي، إذا خرجت قبل المدة بدقيقة واحدة يروح عليك المبلغ كله. طبعا. يا ترى فكرت هقضي المدة فين؟ عندي هنا في القصر في قبو تحت الأرض ما يفرقش عن أي زنزانة، ويمكن أحسن شوية، وهعين عليك حارس. موافق. مفيش أي اتصال بينك وبين العالم الخارجي، لا تكتب جوابات لحد ولا حد يكتب لك جوابات، ده تاني شرط. موافق. لك زيارة واحدة مرة كل شهر وما تخرجش فيها، تتم برضو جوه القبو وبحضور الحارس زي السجون العامة. تمام. موافق. مفيش جرايد ولا مجلات. ايوه بس الشرط ده ده افضل لك عشان تقطع صلتك بالعالم وما تضعفش. انا موافق بس لازم يسمح لي بالقراية. ما عنديش مانع. تجيب لي كل الكتب اللي اطلبها. لو طلبت مكتبات العالم كلها هجيبها لك. يبقى اتفقنا. خلاص حضر عقد بالشروط دي كلها بصفتك محامي. انتم الاثنين مجانين، لازم تفهم ان التحدي ده هيهدم حياتنا الزوجية. فكرتش هعيش ازاي؟ هصرف منين؟ الارض اللي انت كنت عايزانا بيعها من زمان انا حققتلك رغبتك وبعتها وحطيتلك فلوسها في البنك، تقدري تعيش من فوائده. او اذا كنت تحب تستثمر المبلغ في اي مشروع، يعني ده حاجة ترجع لك انت. انا مش عايزة حاجة، مش عايزة غير وجودك جنبي، وجودك جنبي بالدنيا دي كلها. ازاي زوجة تقدر تعيش بعيد عن زوجها 15 سنة؟ لو ركزت تفكيرك في 2 مليون روبل هتقدري تعيشي وتستنيني. احنا ما عندناش ولاد، كان ممكن يسلوني. يمكن الحكاية دي بتخلي مهمتي اسهل شوية يا ماري. لكن هتكون اصعب بالنسبة لي. انت فاكر انك بتسجن نفسك لوحدك؟ انت بتسجنني معاك. دي تقدري تطلب الطلاق لو تحبي. طلاق للدرجة دي؟ إيفان، إيفان يا حبيبي، لو أنت حاسس بالخجل والجبن إنك تتراجع، أنا مستعدة نسيب البلد كلها ونروح أي بلد تاني. العادة هتوسخ بكرة يا مريا. تشيل المخلفات دي وتشوف لي مرتبة خشنة ضعيفة فيها قطن على نشارة. أمرك يا فندم، ننظف المكان؟ لا 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 لا، أنا عايزه كده كئيب مقبض زي السجون الحقيقية. تمام. فاهم؟ فاهم سعادتك، فاهم.
وتشوف لحارس متين ويكون مخلص وقليل الكلام. أمرك يا فندم. أنا مش قادر أفهم إيه اللي هتستفيده من الرهان ده؟ أنت خايفة لا يكسب الرهان؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مش ممكن هيحصل على الاتنين مليون روبل. طب افرض انه ما استحملش وخرج، ايه اللي استفدته انت؟ اعتبريها نزوة من راجل غني بيلعب بفلوسه. لما محامي شاب يتحدى رجل اعمال زي، تفتكري انهزم قدامه؟ لازم أدبه ايفان المغرور ده. حب المغامرة والتحدي اللي مسيطر عليك ده هيوقعك في غلطة كبيرة تندم عليها. المغامرة مع الذكاء وحظ زي حظي، النتيجة فوز ساحق. الحارس وصل، راجل شديد وبينطع الكلمة بالعافية. خليه يدخل. تفضل. سلام بافلوفيتش، حارس وغفير ابا عن جد. هاي. اهلا اهلا يا بافلوفيتش. زاخاروف بافلوفيتش زاخاروف. هاي هاي مدام. هاي. عظيم عظيم، انت عارف مهمتك كويس. ايوه بكل تفاصيلها. هاي. مفيش اي محادثات بينك وبينه، اختصر معاه في الكلام. لا ايوه لما اسعي الاستاذ. هاي. غير هاي مفيش. مفهوم؟ مفهوم. عايز اليوم يطول يحس بالضيق. لو طلب منك في يوم انك تفتح له الباب علشان يخرج، قل له اتفضل مع السلامة ومن غير مناقشة. اتفضل مع السلامة ومن غير مناقشة. هاي هاي. تفتكر بخبرتك كسجان حيصمد قد ايه؟ بافلوفيتش زخاروف بيقول انه مش حيصمد اكتر من اسبوع، شهر بالكتير. أصعب أيام السجن هي الأيام الأولى. هاي هاي. سمعت يا حبيبتي بافلوفيتش زخاروف بيقول إيه؟ بيقول إنه مش هيستحمل أكتر من أسبوعين بالكتير. أنا أتحدى إنه مش هيستحمل أسبوع واحد. مش هتخرج، مش هتخرج، بقولك مش هتخرج. العقد خلاص اتوثق يا مريم. يروح العقد وهرمان للجحيم هما الاثنين، لكن انا ما افقدكش ابدا كده من غير سبب. انت فاهم ولا لا؟ ليه تعذب نفسك؟ ليه تعذب نفسك علشان فكره مجنونه تملكت منك؟ سجن هرمان ما فيهوش اي عذاب، لا هو اشغل شقه ولا انا اقعد في وسط مجرمين. كل اللي انا هعمله ان انا اقعد اكتب ورا والعب مزيكا. وبعدين انت ناسي ان انا ممكن اخرج اي وقت، مش يمكن بعد يوم ولا اتنين توحشيني واطلع لك؟ هي دي النقطة الوحيدة اللي بتخليني اهدى شوية. بقول انها نزوة، فكرة طارئة مجنونة هتتراجع عنها. صدقني ساعتها مش هتلاقي نفسك كسبت غير ايام الضياع اللي انت مضيتها في السجن. ساعتها هتخرج مهزوم اكتر. ما بقى يا ما تنسيش زيارتي يا ماريا الحد الأول من كل شهر. باي باي. ايه لازم التفتيش ده كله؟ التعليمات كده. هاي. ايه دي؟ هتكون ايه دي؟ كمانجة. يا كمانجة
لا ده لازم اسال في الحكايه دي. هاي اهلا يا ايفان. 12 بالظبط. معاك مانجا مسموح بيها دي ولا لا؟ مسموح بيها. المهم الكتب، اي كتب اطلبها تجيلي على طول. حاضر. ده سجين رقه قوي، كتب ومزيكا وسجاير، ده كده بقى مش سجن، دي جنة. ما تخافش يا زغروف بافلوفيتش. هاي لا انغام الكمانجا ولا الاف الكتب والسجاير هتخليه يستحمل وحده. اسمح لي ابتدي التنفيذ. قوي قوي، اتفضل، ده بيتك. الى اللقاء ايها العالم الخارجي. مش هخرج من الباب ده غير بعد 15 سنة. الى اللقاء يا هيرمان، ما تنساش 14 نوفمبر بعد 15 سنة الساعة 12 بالضبط. الى اللقاء يا ايفان. اهلا بجنتي الصغيرة، قصري المفتخر. من دلوقتي لازم نحب بعض، ندوب في بعض عشان عشرتنا هتطول. دول 15 سنة. هعرف كل حاجة عني، وانتوا اكيد هتعرفوا كل حاجة عني. جايز تعرفوا عني حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. اهلا يا مرتبتي العزيزة. يا ترى فيكي كم حفنة قط؟ المسألة دي هنبحثها بالتفصيل الممل بعدين، تاخد لها شهرين ثلاثة 10، عندنا الوقت. أقوم الصبح أغسل وشي براحتي، مش مستعجل. أغسل وشي في ساعة ساعتين، أسرح شعري في 3 ساعات، أحلق دهني في شهر، شعرتين ثلاثة كل يوم، وبكده المدة تنتهي في منتهى الهدوء والبساطة. تلاقي الشهر اللي فات ده مر عليك كأنه سنة. أظني هتقومي بكرة من الفجر عشان معاد الزيارة. أنا مش هروح له لحد ما يعرف غلطته ويجي لحد عندي. لا 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 يا ماريا، حرام عليكي، تتلاقيه بيعد الساعات والدقايق عشان يشوفك. إيفان ما بيحبنيش، لو كان بيحبني ما كانش قدر يبعد عني ويفضل عليا 2 مليون روبل. وليه ما تقوليش إنه بيحبك جدا لدرجة إنه سجن نفسه عشان تتمتعي أنت ب2 مليون روبل؟ 2 مليون روبل انت عايزانا اصدق انه هيستحمل ال 15 سنة؟ شوية يا سيد. انا حر اعمل اللي انا عايزه في بيتي. عايز انام. مش مشكلتي، الساعة بقت 2 صباحا. انا الوقت ملوش اي اعتبار عندي، لو زهقان افتح الباب وتعالى ندردش سوا. ندردش؟ أسهم مشروع الفوسفات في النازل يا هيرمان، ما تبيع انت كمان. انا ليا رأي مخالف،
الأسهم دي مصيرها ترتفع تاني، علشان كده بفكر أشتري كل الأسهم المعروضة في البورصة. الناس بتبيع وانت عايز تشتري. ما هو ده الفرق بين هيرمان وبين الناس. انا لو كنت بخاف من اي هزة في البورصة ما كنتش كونت ثروتي دي. انا هشتري اسهم الفوسفات كلها. دي مغامرة كبيرة، وهيرمان ملك المغامرات والمراهنات. بالمناسبة ايه اخبار ايفان؟ في الشهور الاولانية كان متفائل جدا وسعيد وبيضحك، لكن الحارس بيقول لي انه بدأ يتعب ويتضايق، وشوية شوية هتلاقيه نادى على الحارس وطلب منه الخروج. اهلا. الاكل جايب ايه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ انت اخرس؟ انت مش عايز تتكلم معايا ليه؟ أنا مش عايز بودكا. مفيش أصناف تانية. مش عايز خمرة خالص. مش عايز سجاير كمان. أنت بتسألنيش مش عايز خمرة ليه؟ أحمد ربنا إني برد عليك. هاي! طب استنى. بلاش ترد عليا. سيبنا اتكلم انا.
انت عارف انا ليه قررت ان انا مشربش خمرة؟ قول لي. طب بلاش تقول لي. شوف يا سيدي، اصل الخمرة دي بتثير الشهوات، والشهوة دي ألد أعداء السجين، عشان كده أنا قررت أمنعها خالص. أنت عارف أنا ليه كمان قررت أمتنع عن السجاير؟ افتكرتك هتقول لي مش مهم. أقول لك أنا ليه. بالإضافة إلى أن دخان السجاير بيفسد جو القبو، فالسجاير دي عادة قبيحة بتستعبدني. أنا لازم أمتلك إرادتي، أستعبد جسمي عشان ما بقاش أبدا مضطر أخرج للعالم الخارجي. فهمت؟ هاي. واضح إنك ما فهمتش حاجة. مش مهم، كويس إن أنا اتكلمت وبس. طب استنى، لو سمحت ادي الجواب ده لهرمان. ايه عايز تخرج؟ اتفضل يا حبيبي، مع السلامة. مفيش داعي ابدا لجوابات. هاي. أرجو أن تكف عن إرسال الكتب الغرامية، أريد قصص جرائم ومغامرات خيالية أو مطبوعات فكاهية. كتب مغامرات وكتب فكاهية. قل له حاضر، أنا هحضر له كل اللي هو عاوزه. هاي. هاي زخروف. هاي. اوعى تكون كونت معاه اي صداقة. لا، انا مخصمه، انا ما بكلموش. برافو، برافو عليك يا زخروف. اطمن، ده ما بيتفتحش خالص. هاي. يوم زيارة مراته اوعى عينك تغفل عنهم. برضو اطمن، دي ما بتتقفلش خالص. هاي. هاي. عظيم عظيم يا زخروف. اسمع يا بافلوفيتش، انا عايزك تخليه يكره حياته وعيشته. خليك دايما مكشر في وشه، خليه يكره اليوم اللي اتولد فيه. انت قلت لي انه مش هيستحمل اكتر من اسبوع او اتنين، وهو دلوقتي قرب على سنة. وانا بقول لك اطمن، هتكون خرجته على ايديا دول. هاي. انت ما بتزهقيش من الكلام في الموضوع ده يا حبيبتي؟ لازم تأقلمي نفسك على كده. ايفان، انا استحملت سنتين واظن كفايه كده بقى. انت معتقده زي هيرمان ان انا هضعف واخرب؟ طبعا، لانك اذا استحملت 3 سنين او حتى 5 سنين مش ممكن هتكمل ال 15 سنه. مستحيل تقدر تكمل 15 سنه حبيبتي. انا هكمل. هاي. دي مراتي، مراتي يا زخروف. مراتك برا يا حبيبي. تحب اجيب لك عربيه توصلكوا لحد باب البيت؟ روح هات العربيه. صحيح يا ايفان، صحيح هتخرج معايا؟ العربيه عشان توصلك انت لوحدك يا حبيبتي. هاي. الزياره انتهت. ايفان قاعد بمحض اختياره وحريته، عاوز يمشي يتفضل، لكن انا ما اقدرش اقول له كلمه تكلفني 2 مليون روبل. عرضك المغري ده هو اللي خلاه يقبل الرهان. عرضت عليه اكتر من فرصه للتراجع وهو اللي رفض.
ومع ذلك هو الوحيد اللي يملك حق إلغاء العقد ده. حاولي تقنعيه. مفيش فايدة معاه. لأنه طمعان في 2 مليون روبل، لكن مع الأسف مش هيكسبهم. ترهنيني إنه مش هيكسبهم. ارجع عن اللعبة المجنونة دي يا إيفان. فعلا الإعدام أرحم من السجن الانفرادي. خطوتين خطوتين وتفتح الباب وترجع لك حريتك. قبل ما يرتكب جريمته عذاب السجن اللي منتظره كان امتنع فورا عن ارتكابها. مدام واظبة على زيارته مش هيرجع عن عنده. لازم تجمدي قلبك وما تزورهوش علشان يقلق عليكي ويفكر يخرج. هدديه بالطلاق مدام فات عليكي 3 سنين، من حقك انك تطلقي. احنا مصلحتنا من مصلحتك. انا واثق انه هيخرج ان عاجلا او اجلا، لكن انت صعبان عليا قوي ولازم نقرب لك المده. انا ما اقدرش امنعك من طلب الطلاق لحق. يعني موافق؟ يعني دي رغبتك اطلاقا يا ماريا؟ انا نفسي نستمتع سوا بالاثنين مليون روبل. ماريا انا ما كنتش فاكر انك فظيع بالدرجه دي،
وانا اللي كنت بتتهمني اني ماديه وعندي تطلعات طبقيه. شوف انت بتعمل ايه، انت بتبيع عمرك يوم بعد يوم علشان تقبض الثمن في النهايه. وريتني اقدر اغمض عيني وافتحها واشوف النهايه هتكون ايه. عوده الحياه الزوجيه بين ايفان وماريا بعد 15 سنه سجن. الزوجان السعيدان يمتلكان قصرا فاخرا 2 مليون روبل. حياه تانية يا ماريا. والفكره اللي كنت متبنيها، الغاء عقوبه الاعدام. قولي لي ماريا، رد فعل الناس ايه على الموضوع ده؟ جريده كتبت: مختل العقل يقبل السجن لمده 15 سنه لكي يثبت ان السجن برغم فظاعته اكثر احتمالا من فكره عقوبه الاعدام. وجريده تانيه كتبت، قالت انها ليست مساله دفاع عن قضيه، بل هي رغبه مجنونه للحصول على 2 مليون روبل. ادي كل اللي كتب. انت كدابه يا ماريا، انت بتكدبي عليا. اكيد في ناس تعاطفت مع فكرتي. انت بتنقلي لي صور قبيحه بس، مش كده؟ ما تزعقش للمدام يا سيد. ماريا انا الزياره انتهت. ماريا يا اخي، يا اخي الست تعبت، الست زهقت. اسمع كلامي، لم حاجاتك واخرج. اخرج وليك عليا اعمل لك خارجه حلوه قوي 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 قوي، ورد ومزيكا و... اخرج اخرج. هوش. كرهتك 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 ومش عايزه اشوفك تاني، مش عايزه اشوفك تاني. حتى لو خرجت خلاص مش هشوفك تاني. كرهتك. زخروف، بافلوفيتش زخروف. ايه 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 ايه، في حاجه؟ افتح. عايز تخرج؟ عايز اتكلم معاك. تتكلم معايا؟ هاي. طب رد على سؤالي ده بس، ما تعرفش ماريا ما بتجيش ليه؟ علمي علمك. طب ما عندكش اي اخبار عنها؟ هاي. إذا كنت عايز تخرج تطمن عليها مفيش مانع. يا ابن اخرج اخرج وانقذ نفسك، اخرج بعقلك بدل ما تخرج من غيره، وساعتها الفلوس مش هيبقى لها قيمة معاك. 2 مليون روبل في ايد مجنون زي 2 روبل تمام، ما تفرقش معاه. جيت تقول الكلام اللي محفظه لك هيرمان؟ كلكم عايزين نخرج، كلكم متفقين عليا. نجوم السماء اقرب لكم. اطلع بره، اطلع بره. هاي.
لا أريد الكتب الكلاسيكية، أريد كتب التاريخ والفلسفة بجميع اللغات، كما أرجو إعادة زجاجة الفودكا وعلبة السجائر إلى قائمة طعامي. هيرمان كفاية كده، اديله أي مبلغ وخليه يخرج. أنا ما عنديش مانع، بس يعترف أنه خرج بمحض إرادته وأنه خسر الرهان. أنا عايز أزوره، عايز أكلمه، عايز أشوف شكله بقى إيه دلوقت. مستحيل تنزلي له القبو، ده محتمل يكون تحول لوحش، ده ممكن يفترسك، ده بقاله مدة طويلة مفيش حد بيزوره. ما أنا هكلمه من طاقة الباب. سيد إيفان، زوجة السيد هيرمان عايزة تتكلم معك شوية. الله، انت كنت بتتمنى تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك؟ مش عايز اتكلم مع حد ولا حد يتكلم معايا، مش عايز اشوف حد خالص. طيب إيفان، اتنازل عن الرهان؟ مش ممكن كده. انا حقنا هيرمان ان يديلك مبلغ تبتدي بيه حياتك من جديد. هيرمان انهزم، ابتدى يخاف على 2 مليون روبل، مش كده؟ لا، هيرمان مش خايف على الفلوس، احنا اللي عايزين ننقذك. انت في السنة الخامسة لسه، يعني فاضل لك 10 سنين. وهكسب وهفوز بال2 مليون رغم انفك وانف جوزك. هدي الهيرمان درس عمره ما ينساه عشان يحرم المقامرة والرهان. دلوقتي بره. قلتلك ما تنزليش، خليه مرمي تحت لحد ما يفوق لروحه. لازم تنزل تشوفه. اشوفه اعمل به ايه؟ ده انسان قرب للجنون، ده اتجنن فعلا. يا ريت. ليه؟ لان المجانين دايما بيحاولوا يهربوا من السجن، لو اتجنن هيهرب، لو شفته هيصعب عليك. ايه الشفقه الجديده دي؟ انت اللي جنيت عليه هيرمان. جنيت عليه انا؟ باب زنزانته مفتوح، يتفضل يخرج. لو غني وعنده ثروه تفتكر كان دخل معاك الرهان ده؟ لا طبعا. يعني علشان ال2 مليون روبل؟ الفلوس حولته لحيوان مسعور، ده مش ذنبي، الذنب جواه هو. لو كان عنده شيء من القناعه ما كانش فكر في الرهان بالطريقه دي. لو كان بيدافع عن مبدا صحيح كان فكر في الرهان باي وسيله تانيه. المسألة بالنسبة له فرصة عمر هيحصل فيهم على 2 مليون روبل ما كانش يحلم بيهم أبدا. لكن مع الأسف هيدفع الثمن غالي، هيفضل منتظر سراب عمره ما هيوصل له أبدا، لحد ما هتيجي لحظة من 3، يا يتجنن يا يخرج يا يموت. وأي موقف من 3 دول أنا اللي حكون كسبان فيه.
سيد إيفان، يا سجين العزيز اللدود. سيد إيفان، ونعمل له ايه؟ اديله اي حاجة سخنة. ما انا بقالي اسبوع عمال اديله في حاجات سخنة وبرضه مفيش اي تحسن. اغليله شوية اعشاب. غليت له لازم دكتور، ده جسمه مولع نار. انت بتشتغل عندي ولا عنده؟ مش النظرية بس، حالته بتسوق يوم بعد يوم. ان شاء الله حتى يموت. اذا كان عاوز يخرج يتعالج مع السلامة. هو لا مؤاخذة لو مات الوضع هيبقى ايه؟ روح شوف شغلك ومالكش دعوة بالمسائل دي. هاي العقد اللي بينكم مغطي النقطة دي ازاي يا هيرمان؟ لو مات مراته تاخد 10% من المبلغ كتعويض. طب لو ثبت ان احنا قصرنا في علاجه؟ ومين اللي يثبت المسألة دي؟ ما عادش حد بيزوره خالص، حتى ماريا ما عادتش بتسأل فيه. تلاقيها اتجوزت واحد غيره. وبعدين معاك لا تموت في ايدي ويتهموني فيك. انا مش عارف اعمل لك ايه. شهود انا مش عايز اجيب لدكتور. ومين الشهود دول؟ الكسندر ويجور. اتفضل انت، انا هعمل لازم. هاي كلام فارغ، انا هقلبها مستشفى ولا ايه؟ الحارس بيقول انه مريض بقاله 15 يوم ومتساب من غير علاج. كذاب، ده مخلص 10 أكياس أعشاب طبية. بس المفروض تعرضه على طبيب. حاضر. العقد بينص على كده. حاضر، هجيب له دكتور واتنين، أنا ليا غير راحته. طب ممكن تدينا فرصة نزوره؟ متأسف، ده حبس انفرادي. كويس إن سمحت لمراته تزوره مرة كل شهر. يمكن إحنا نقدر نقنعه. بالعكس، ده عناده بيزيد كل ما حد بيكلمه. بيفتكر ان انا اللي بعته، بيتمسك اكتر. غبي غبي غبي. الموضوع ده مخليك متوتر قوي. طبعا خايف يخسر الرهان. 2 مليون روبل أنا معتبرهم صفقة وخسرتها. من اليوم اللي كتبت فيه العقد ما عدتش بفكر فيهم خالص. أنا اللي حيجنني إصراره وعناده وطمعه. ما خبيش عليكم، أنا ما كنتش متصور إنه حيستحمل الفترة دي كلها.
كان بيتهيالي انه مش هيستحمل اكتر من شهرين ثلاثة. انا معترف انه صمت شوية. مش شوية دول، عارف 10 سنين و4 أشهر و18 يوم. عارف. ابتديت تحسب فات كام وفاضل كام. ده دليل على خوفك. انتوا متعاطفين معالي، لانه لحد دلوقتي هو الضعيف وما زلت انت هيرمان القوي. صباح الخير. صباح النور. ورد، انا كنت نسيت ريحته من زمان. انا قعدت قد ايه عيان يا زخرف؟ 3 أسابيع بالظبط. بس ما تخافش، انا شطبت لك خانة شهر بنفسي. صار سلام لو كانوا 3 سنين. ليه؟ كنت عايز تفضل في الغيبوبة دي 3 سنين؟ عشان الأيام تمر يا زخرف. هيرمان زعلان مني عشان اهتميت بيك وانت عيان. انا كنت خايف عليك، كنت خايف لا تروح فيها. انت انسان طيب يا زخرف، وانا حبيتك من كل قلبي. ان شاء الله لما اخرج من هنا هكافئك مكافأة كبيرة قوي. يا ترى مين يعيش؟ حد ضامن بكرة هيحصل ايه؟ مش 5 سنين. اتفضل يا سيدي. بعت لي 6 جوابات ب6 لغات. انجليزي، فرنساوي، الماني، ايطالي، بالعربي وياباني. معقول درس اللغات دي كلها؟ قعد يطلب مني كتب باللغات دي، جبتها له، لكن ما كنتش متصور انه حيدرسها بالجدية دي. اسمع بعت لي ايه. سجاني العزيز، اكتب اليك هذه السطور ب6 لغات، اطلع عليها الخبراء المختصين، دعهم يقرؤونها ويتحققون من صحة قواعد اللغة. وأخبرني بنجاحي في هذه الدراسة. آه لو تعرف ما أنا فيه من سعادة سماوية بعد أن تهيأ لي أن أفهم 6 لغات وفلسفات وأفكار ل6 من شعوب العالم. الظاهر انه هيكسب الرهان يا هرمان. لا 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 لا، بعد كده هيدرس ايه؟ هيتسلف ايه؟ ما عادش في حاجه خالص، هي لحظه ضعف واحده وهيبتدي يطالب باسترداد حريته. امتى؟ امتى هتيجي اللحظه دي؟ هتيجي، انا متاكد انها هتيجي. اتحدى انه مش هيكمل السنه دي. تراهني؟ لا يا حبيبي، لا تراهني ولا رهنك، ابعد عني. انت مين؟ انا الحارس الجديد. مال زخرف فين؟ مات. مات؟ مات امتى؟ بيقولوا امبارح راح يزور اهله، نام مصحيش.
كنت بتعزه مع انه سجانك؟ الانسان الوحيد اللي كنت بشوفه من 10-11 سنه، صبح وظهر وليل. الموت في زياره علشانك. زياره عشان انا؟ انا ما فيش حد بيزورني من سنين. اتفضلي. ماريا إيفان، انت كنت فين طول السنين اللي فاتت دي؟ انا حاولت اعرف اخبارك ما قدرتش. انت اتجوزتي؟ كل ما بتقرب المدة هيرمان بيتجنن، بيستخدم كل اسلحته عشان يخرجني من هنا. اوعى تضعف يا إيفان، اوعى تضعف. انت اللي بتقول الكلام ده يا ماريا؟ طبعا، ده فاضل 4 سنين بس تضيع 2 مليون روبل علشان خاطر 4 سنين. هتستنيني يا ماريا؟ طبعا، لكن لنا استنى 11 سنة، مش هستنى علشان 4 سنين. مدة قصيرة وتعدي حالا. أمال ما كنتش بتجيني ليه؟ لما لقيتك واخد الموضوع بجد ومصمم عليه وخدت شوط كبير، قلت بلاش أجيله، أحسن يضعف ويخرج. لازم تستمر يا إيفان، لازم لازم يا مريم. إيفان، أول حاجة هتعملها ب2 مليون روبل إيه؟ هشتري قصر في الريفيرا، هنعيش في فرنسا على طول. موافقة، أنا بحب فرنسا جدا. وهنلف العالم، هنروح كل بلد عايزنا. أنا دلوقتي بقى أجيد 6 لغات. بس أنت نسيت حاجة مهمة، الفستان القطيفة الأحمر والطقم الفرير الفيزون. 100 فستان قطيف أحمر و100 فرير فيزون. أنا هخلي جمعية مقاطعة الفريرات تقفل. وكلهم يتجنن. وهيرمان يتوب عن المراهنات. الزيارة انتهت. الزيارة الثانية بعد 4 سنين. 4 سنين. مدام هيرمان مستنياكي في الباب. عايزه ايه؟ مش عارف، هي بلغتني اقولك انها منتظراكي بعد الزياره. طيب اهلا يا ماريا. اهلا اهلا، اتفضلي. انت ما عدتيش بتزوريني من زمان ليه؟ طلبات حضرتك ايه؟ احنا اصدقاء، ملناش دعوة بالتحدي اللي حاصل. وبعدين؟ وبعدين أنا شايفة أن صحتك بتتدهور خالص. كل ده هيتصلح بعد 4 سنين. تفتكري؟ ده أكيد. ماريا، أنت بقيتي زيه؟ طمعانة أنت كمان في المبلغ؟ إيه؟ تفتكري ما نستحقش التعويض ده؟ وإحنا هنستفيد إيه لما نخسر 2 مليون روبل؟ اسألي جوزك. في حاجة تانية عايزاها مني أنا؟ ما تتغريش قوي كده، 4 سنين مش فترة صغيرة. ده شهر واحد، يوم واحد، ساعة واحدة ممكن تضيع المبلغ كله. ماريا، احنا أصدقاء وأنا خايفة عليكم. أنصحك إنك تقبلي أي مبلغ، وأنا هحاول أقنع هيرمان إنه يديكم 250,000 روبل. ربع مليون روبل أضمن لكم يا أغبية. كل يوم بيمر
بيقربني من الهدف انا وايفان، الاتنين مليون روبل. لكن بالنسبه لكم كل يوم بيمر بيزيد من الرعب والخوف في قلبك وفي قلب جوزك. الايام بتقربنا من الثراء والسعاده، لكن بالنسبه لكم الايام بتقربكم من الخوف والهزيمه يا اغبياء. المليونير الكونتيسا ماريا بيتروفينا، المليونير الكونتي فان بيتروفيتش. اوه شيل الفيزون لو سمحت. شايف حبيب العظمة، شايف الفلوس بتعمل ايه؟ 15 سنة ما راحتش على الفاضي. اوعى تفتكر انك اتسجنت لوحدك، انا كمان كنت مسجونة زيك تمام. عشت وحيدة 15 سنة. خمستاشر سنة، لكن خلاص شايف الناس بتبصلنا بإعجاب ازاي. ابتسم ابتسم يا حبيبي ابتسم. معقول الكلام ده يا هيرمان؟ وقعت تعمل كده؟ لأنها وقعت على حاجة صلبة. دول ما اكتشفوش الجثة إلا بعد 3 أيام من وفاتها، لأن ما كانش في حد عايش معاها. هادي آخرة الطمع. طب وإنت رأيك إيه؟ هتقوله ولا لأ؟ مش عارف. يا ترى وقع الخبر عليه حيكون لصالحنا ولا ضدنا؟ مش جايز لما يسمع يخرج، لان اللي كان حيتمتع معاها بالفلوس ماتت خلاص. وجايز يصمم اكتر على الاعاد، لان ما عادش في حاجه تستاهل انه يخرج علشانها. عارفه احسن حاجه اننا نبلغه عن طريق الحارس انها انصابت وان حالتها خطيره وبس. بس انا متاكد انها مش انصابت بس. مريم ماتت مش كده؟ في الحقيقه ما اعرفش. السيد هيرمان بلغني اقول لك ان حالتها خطيره. دي محاوله ساذجه من هيرمان عشان يدفعني للخروج. روح بلغه ان انا بكشفه اول باول. اتفضل. وازاي اكتشف انها ماتت؟ مش عارف. انا بيتهيالي ان ركبه شيطان اتكنن ومع ذلك مش عايز يخرج. انا بيتهيالي انزل واخنقه بايديا دول واستريح منه. الحارس مات، مراته ماتت، امتى يموت ويريحني؟ مش عايز يخرج ليه؟ كأي حيوان في الدنيا ما يبقاش يقعد في قفص مفتوح حتى لو جمعوا له العالم كله. ازاي عنده الاراده دي؟ ازاي ده السؤال اللي مش عارف له إجابة أبدا. لكن مش هيكسب الرهان، مش هيكسب الرهان يا كولونيا، مش هيكسب الرهان يا إيجور، مش هيكسب الرهان يا ألكسندر، يا كل العالم اسمعوني. إيفان مش هيكسب الرهان، إيفان مش هيكسب الرهان. وأي حد يكذبني أنا مستعد أرهنه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بخمسة مليون، بعشرة مليون، بكل ثروتي. اهدى، احنا بقينا عصبيين قوي يا هيرمان. عندها حق ماريا. ماريا ماريا، آخر مرة جيت فيها أنا كنت حاسس إني مش هشوفك تاني. الموت بنفتكره دايما انه قريب من غيرنا لكن بعيد عننا. الحقيقة ان مفيش حاجة اقرب للانسان من الموت. الموت هو ظل الانسان.
بيمشي معاه مطرح ما يمشي، بيمشي معاه مطرح ما يمشي. أنا كل ما بكبر في السن بتزيد شهيتي للمضاربة، على الأقل علشان أعوض الاتنين مليون روبل اللي جايز يفوز بيهم إيفان. ابتديت تخاف منه وتتوقع انه حيفوز، مش كده؟ سلوكه اليومين دول بقى غريب. الحارس بيقول لي انه ما عادش بياكل غير حاجات بسيطه جدا، وما عادش عاوز يتكلم خالص. والقراءه؟ مفيش غير الكتب الدينيه والروحيه بيلتهمها بشراهة، ومعظم وقته يا راكع بيصلي يا بيقرا في كتب الدين. يعني دخل مرحلة جديدة. الحكمة بنت بيتها، رأس الحكمة مخافة الله، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض ريح، ولا منفعة تحت الشمس. حياة الإنسان كبخار، يظهر قليلا ثم يضمحل. اهدى اهدى يا هيرمان. مصيبة مصيبة. يا ما قلت لك المقامر في النهاية خسران، لكن انت كان لك رأي تاني. مش ممكن، مش قادر اصدق في شهر واحد افقد كل ثروتي. ما عادش عندي في البنك غير الاتنين مليون روبل بتوع الملعون ده. والمصيبة له عايز يخرج ولا هو عايز يموت؟ بعد شهر تكمل المدة ويقبض الاتنين مليون روبل اللي حلتي. راهن انه حيعمل بيهم كونت، وحقف قدامه زي الشحات. مصيبة مصيبة. بتفكر في ايه يا هيرمان؟ مفيش غير حل واحد، إيفان لازم يموت. تمام، بس ازاي؟ بالسم. صحته بقت ضعيفة قوي، أي كمية صغيرة هتخلص عليه. فكرت في الوسيلة دي، لكن لا، عايزين طريقة مأمونة أكتر. نام وهو بيقرأ، الشمعدان وقع على الأرض، مسك في ملاية السرير، الأوضة اتحرقت. هايل هايل يا أوكلونيا. هتنفذها الليلة؟ لا، لما افقد كل أمل في إنه حيخرج هو لوحده. مش كايز تحصل المعجزة ويخرج من نفسه قبل الميعاد. بلاش نسبق الأحداث.
السيد هيرمان بيسأل إذا كان ليك أي طلبات. ده بعتني علشان أهنيك لأنك خلاص قربت تكسب الرهان، ما فاضلش غير بكرة. سيد إيفان يلا بقى استعد، كلها كم ساعة وتخرج. أشوف وشك بخير. السيد هيرمان قال لي أمشي، ما عادش ليا لازمة. مبروك عليك الاتنين مليون روبل. غريبة، المفروض يكون سعيد في قمة السعادة لأنه قرب يكسب الرهان. الفرحة الشديدة أحيانا بتخلي الإنسان يفقد النطق. تلاقيه دلوقتي مذهول لأنه بيتخيل إنه بعد ساعات هيبقى صاحب 2 مليون روبل. هتنفذ الخطة إمتى؟ الليلة قبل الفجر، علشان إيجور وألكسندر لما ييجوا على الساعة 12 تكون المسألة انتهت. مسكين مش هيلحق يتهنى بفلوسه لأن القدر هيكون تدخل وقضى عليه. حظه كده، الطمع قتله من زمان، من 15 سنة. الطمع قتله من اللحظة اللي راهني فيها. أراهن إنك بتحلم دلوقتي بالملايين، مش هتلحق تتهنى بروب الواحد يا مسكين. بلاش يا هرمان، مفيش حاجة في الدنيا تستحق ان الانسان يرتكب عشانها جريمة. إيفان انت شكلك بقى فظيع خالص. بعد 6 ساعات هنال حريتي، هشوف ضوء الشمس لأول مرة بعد 15 سنة. إنسان حر أمتلك 2 مليون روبل، والمفروض طبعا إنك تبقى في منتهى السعادة. كنت عايز أسألك سؤال يا هرمان، أنت إيه اللي استفدته خلال حياتك في 15 سنة اللي فاتت؟
استفدت ايه؟ استمتعت بالدنيا، عشتها بالطول وبالعرض، ضربت في البورصة وكسبت وخسرت. كل المتع الحسية اللي انت دوقتها انا عشتها بخيالي في بطون الاف الكتب اللي قريتها طول الخمستاشر سنة. كنت بشوف بخيالي كل حاجة، بداية من شروق الشمس لغروبها، القمر والليل بهدوء وصخب كنت بعيشه، كنت عامل زي اللي قاعد ورا مرصاد. المرصاد دي يا هيرمان كانت الكتب، كتابها وشعرائها خدوني لغابات ملهاش نهاية وديان خضرة، أنهار بحيرات محيطات. كنت بسمع عزف الرعاة، غناء الحور، حفيف أجنحة الملائكة وهي بتسبح بحمد الله. في بطون آلاف الكتب قذفت بنفسي في أغوار ملهاش نهاية، لقيت بشر، مدن عظيمة، جمال رائع بيتحول إلى تراب، رماد، وتقوم ممالك تانية، حضارات أخرى ترتفع ثم تهوي زي اللي سبقتها، تتحول برضو إلى رماد. كل الحكمة، كل النتاج الإنساني من فكر وأدب وفلسفة اتركز واستقر هنا في جمجمتي دي. وإيه النتيجة اللي خرجت بيها من قراءاتك دي كلها؟ نتيجة واحدة يا هرمان، معادلة حسابية بسيطة، أي عدد على ما لا نهاية بيساوي مسكيني الإنسان اللي عشان سنوات قليلة أو طويلة من عمره يضحي بالخلود الأبدي. مسكين القراية والوحدة جننتني. معلش يا هرمان، أنا يمكن بتكلم بلغة تانية مش هتقدر تفهمني دلوقتي. روح استريح، معادنا الساعة 12 بالظبط، متنساش الشهود. Thank you.
ايه خلاص؟ في ايه؟ قدرتش، مسكت الشمعة ولما قربت منه انتبه وصحي. وبعدين؟ من بكرة مش هيبقى عندنا حاجة خالص. من بكرة مش هيبقى عندنا حاجة خالص. من بكرة مش هيبقى عندنا حاجة خالص. والغريب انه كان بيكلمني كلام مش مفهوم. إيفان كسب الرهان، كسب الرهان. بتحسد ايه؟ 365 يوم في 15 سنة ب 5475 يوم على 2 مليون روبل، يبقى هيرمان هيدفع لإيفان حوالي 370 روبل عن كل يوم سجن. مبلغ معقول. اوعى تكون ناوي تراهن انت كمان. يلا بينا، ساعة بقت 12 بالظبط. لا انزلوا انتم، انا مش عاوز اشوف. لا لازم تنزل معانا انت كمان عشان نثبت الحالة مع بعض. جواب عشانك. عزيزي هيرمان، لقد ظللت أحلم بالمليونين طوال هذه السنوات وكأنني أحلم بالجنة، ولكنني الآن أحتقرهم أشد الاحتقار. كانت روحي حابسة في قفص مذهب من الرغبات، والآن كتب لها أن تنطلق. كانت 15 سنة فرصة لكي تنطلق روحي وتسبح في عالم الخلود. لست أريد عالما يحب الظلمة أكثر من النور، ولن تستطيع ملايينك أن تمنع جسدي من التعفن عندما أموت، أو تمنع الدود أن يرعى في جثتي. لهذا قررت أن أخرج قبل الموعد بخمس دقائق. نعم، خمس دقائق، حتى أحرر نفسي وأنهي العقد باختياري. مش ممكن، مش معقول. أكبر دليل على صحة كلامه إنه خرج، إنه مش موجود. لكنني لابد أن أعترف لك بأن نظرك كان أكثر مني بعدا. فعلا يا هيرمان، الإعدام أخف قسوة على الإنسان من السجن،
السجن بمرارته ووحدته الفظيعة شيء لا يمكن التعبير عنه بالكلام. مسكين يظهر أنه فقد عقله أو استرد عقله. استرد عقله أو فقد عقله مش مهم، المهم أنه خرج، أنه خرج قبل المعهد. المهم أنه خرج. أكلونيا 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 خرج خرج أكلونيا خرج قبل المعهد. كسبت الرهان كسبت الرهان يا أكلونيا كسبت الرهان كسبت الرهان كسبت الرهان كسبت الرهان كسبت الرهان كسبت الرهان كسبت الرهان.